مين يا هيلين؟ ايه كل الحاجات دي؟ انت جاي من كل حاجة اتنين ليه؟ انا ما اعرفش والله سعادتك، هو البي طلب الاوردر وجاله تليفون وجري على طول، والكاشير قال لي اجيبهم على هنا. استنى استنى، تحت امرك. انت بتقولي جاله تليفون وجري على طول؟ على طول سعادتك. طب امسك. ملوش لزوم. يلا يلا. نهارك ابيض. ده وقته. ايه يا رمزي؟ ايه يا حبيبتي؟ انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. هو انت بعت لي كل حاجه اتنين ليه من السوبر ماركت؟ السوبر ماركت بعت لك الحاجه مرتين؟ الاسعار هتغلى يا حبيبتي، فقلت اجيب لك الحاجات كتيره يعني تبقى موجوده في البيت تخزنيها، مفيش مشكله. حاجه اللي تغلى. استنى خليك معايا. ازيك يا استاذه؟ ازيك يا سيد؟ رمزي بيه طلب مني الحاجات دي وقال لي هاتها لي على السوبر ماركت، رحت السوبر ماركت ما لقيتوش فقلت اجيبها هنا. حطها هنا. افتحها لي، شيل الحاجات دي. افتح لي الكيس التاني. ايه ده؟ طب اتنيل امتى؟ طب السوبر ماركت عرفنا ان الحاجه هتغلى. كمان اللحمة؟ يعني البقالة هتغلى واللحمة هتفضل زي ما هي؟ هو الجزار حنين يعني؟ ما هيغلي الحاجة هو كمان. ما أنت عارفة البقالة بتغلى وكل حاجة بتغلى. هو في إيه يا حبيبتي؟ أنت غريب مش طبيعي، هو أنت بتقول إيه؟ وبعدين تعالى هنا. أنت جريت من السوبر ماركت ليه؟ لا ما فيش، أصل لبيب كان. نعم يا فندم، سعادتك بالتنديل. لبيب كلمني في التليفون وقال لي مستر رامبرت هيطلع على المطار بعد نص ساعة وأنا كنت عايزه ضروري. مستر رامبرت ميعاده بكرة يا فندم. أنا أسكت ما تفضحنيش. لا معاكي. يلا مع السلامة. ماشي. واضح إنه سوهي على حضرتك. ابقى ممكن تسكت وما تبوظش حياتي؟ مش كفاية اللي بتعمله معايا يا لبيب؟ بس هو جاي بكرة يا فندم، الحق عليا اللي بنبهك.